أعلنت شرطة لاس فيغاس أنها عثرت على أسلحة نارية وذخائر ومتفجرات في منزل ستيفن بادوك الذي أطلق النار على مشاركين في حفل غنائي في المدينة فقتل 59 شخصاً وأصاب 527 آخرين بجروح ثم انتحر. ونقلت وكالة فرانس بريس أن المحققين الذين ذهبوا المنزل الواقع في مسكت على بعد 120 كيلومتراً عن لاس فيغاس عثروا على ما يزيد عن 18 قطعة سلاح ناري إضافية وبعض المتفجرات وآلاف الرصاصات إضافة إلى بعض الأجهزة الإلكترونية.